وخلينا دلوقتي ننتقل لمجر مقر جريدة اليوم السابع، مراسلتنا نورهان طمان، نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع محليا وأكيد عالميا. نورهان بصبح عليكي ودلوقتي كلنا سامعينك، تفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وأول خبر معانا من موقع وجريدة اليوم السابع، يوفنتوس يستضيف روما في قمة نارية الليلة بالدوري الإيطالي. يستضيف نادي يوفنتوس نظيره فريق روما في قمة نارية الليلة في تمام 9:45 مساء ضمن منافسات الجولة الثامنة في مسابقة الدوري الإيطالي. كمان خلينا أفكركم أن فريق يوفنتوس بيحتل المركز السابع في جدول الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة. أما تاني أخبارنا من جريدة الأخبار، صلاح وهازارد صفقة تبادلية بين ليفربول والريال. كشفت تقارير صحفية عن مخطط فريق ريال مدريد الأسباني أو نية إدارة ريال مدريد الأسباني لضم النجم المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في صفقة تبادلية عن طريق ضم إيدن هازارد للفريق الإنجليزي. كمان خلينا نقول أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول ممتد حتى يونيو 2023. أما من جريدة الجمهورية وخبر يمكن طريف، هدية استثنائية من أدون. كشفت صحيفة ديلي ميل عن هدية قيمة جدا قدمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصديقته جورجينا مما جعلها في ذهول شديد. الهدية كانت عبارة عن علبة مجوهرات يبلغ سعرها 180 ألف يورو وتحتوي على 8 أدراج للاحتفاظ بمجوهراتها الثمينة والتي تقدر ب 2.6 مليون جنيه استرليني. أما بقى آخر أخبارنا من جريدة الشرق الأوسط، المشوار الرائع للتنسية أنس جابر يتوقف عند المربع الذهبي. توقف مشوار الرائعة التونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، وده بعد خسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا ليكي جدا يا هوند والعودة ليكي مرة أخرى. طيب يا نورهان انا بشكرك فيما يختص بالاخبار. ممكن اسالك سؤال بس ليه علاقه بالمرور برضو عشان نطمن منك وانت رايحه للجريده، هل كان في يعني سيوله مروريه ولا كان الوضع ازاي عشان لو حد برضو دلوقتي حابب ان هو ينزل من الساده المشاهدين فنقدم له هذه الخدمه؟ اتفضلي. يعني ممكن اقول لك لازال الطريق الدائري الى حد ما، يعني في اماكن شويه مزدحمه خاصه يعني ناحيه المعادي، وانا جايه طبعا هنا طريقنا للمهندسين، ولكن في الساعات الاولى من صباح اليوم كان الحاله المريه كانت جيده بصوره كبيره جدا. رائع جدا، نشكرك جدا يا نورهان على هذه التغطيه، واكيد بنشكرك برضو يا سالا على هذه التغطيه، شكرا لكم.